بهدف تأهيل شباب الخريجين وبناء قدراتهم وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى أفعال، نظمت الوكالة الأمريكية للتنمية مسابقة لإطلاق المشروعات بمحافظة أسوان، والتي شارك فيها 25 فريقا من رواد ورائدات الأعمال الشباب بصعيد مصر، حيث تم اختيار أفضل 3 مشروعات لتصعيدها لتشارك في مسابقة الأسبوع العلمي العالمي ريادة الأعمال. بعد 54 ساعة من المناقشات والحوارات وعرض الأفكار الإبداعية، أعلنت الفرق الفائزة لبرنامج إطلاق مشروعات رواد ورائدات الأعمال في مصر الذي تنظمه الوكالة الأمريكية للتنمية لأبناء الصعيد بمحافظة أسوان. الفرق الفائزة سيتم تصعيدها لمسابقة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لترجمة تلك الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ناخد جريد النخل وندخله مفرمة ونضيف له بعض البروتينات، نعمل له حاجة تخمر اللاهوائي، يطلع بعد شهرين بالضبط سيلاج. طن السيلاج بالنسبة للعلف الضعف، يعني العلف ضعف طن السيلاج بالضبط. ودي كانت الفكرة بتاعتنا، ان احنا بنستخدم الحاجات اللي في البيئة اللي حوالينا، وان نعمل منتجات صديقة للبيئة. الفكرة ان هخلي حضرتك في الموبايل بتاعك، وموبايل كل واحد عبارة عن ابليكيشن، برنامج ابليكيشن هيجي على هينزل على الموبايلات، بحيث ان هو بيديك رسالة دورك في الطابور وصل كام، عداد، يبقى عندك عداد على الموبايل يقول لك الشباك اللي انت عايز تاخد منه الخدمة وصل لكام، وهيقول لك فاضل وقت قد كده قصادك عشان تاخد الخدمه. المشروعات والنماذج الفائزه في المسابقه تنوعت افكارها ما بين سياحيه وتكنولوجيه، ولاقت قبولا واستحسانا لدى الجميع. شفنا النهارده وامبارح واول 29 شركه، كل مجموعه بتحاول تكون شركه، بتحاول تكون مشروع، بتحاول تكون منتج مربح. احنا دورنا كمنتورز او كنا بنساعد الشركات دي، بننقل لهم خبرتنا اللي احنا اتعلمناها في مجال شغلنا على مر السنين اللي فاتت، بنحاول نساعدهم ازاي يوصلوا شركة ناجحة، وانا واحد من الناس اللي فعلا مبهورين بالطاقات اللي موجودة هنا. طرح تلك المشروعات والافكار الابداعية والعمل على تحفيزها سواء بالارشاد او التوجيه او تنميتها لتكون قابلة للتطبيق، سيسهم في ايجاد جيل جديد من رواد الاعمال قادر على دفع عجلة الانتاج وزيادة الدخل القومي للبلاد. محمد حلمي، التلفزيون المصري.